يا إخوة نلتجي إلى الله وقت الأمراض. يقول ابن القيم في الجواب الكافي: أصابني مرض عضال عجز فيه الأطباء، فأخذت أقرأ سورة الفاتحة في زمزم وأشربها فتشافيت بإذن الله. يقول أحد المشايخ أيضا موجود في اليوتيوب: أتحدى من عنده مرض ثم أخذ ماء زمزم أو ماء عادي وقرأ في سورة الفاتحة سبعا بنية صادقة وشربه أن يجيب بأس. أنا أصابني مرض، والله أني يمكن شكوى على الله، سبع مستشفيات في جنبي، سبع مستشفيات، إني حتى أطباء في حتى التخصص يقول ما نعرف ما هو هذا، وفي الأخير رجعت إلى الفاتحة وماء زمزم وتشافيت وعلي أمامكم الحمد لله كما تنظرون في الشكل رقم واحد الآن الحمد لله، لأنه مشافي في السماء، المعافي في السماء. الأجيال اللي مضت القرون ما كان عندهم مستشفيات ولا عيادات، فتحنا الآن في كل حي وفي كل حارة مستشفى والمرضى أكثر. والأولين أنا أدركت شيبان في المية من أعمارهم، الواحد أقوى من البعير، يقول والله ما أعرف إبر ولا مستشفى ولا عبوب، بس متوكلين على الله، إذا مرض وإذا مرض فهو يشفين. نأخذ بالأسباب، لكن اصمد لله، ادعو الله، ناجو الله، اللي عنده مريض يصمد إلى ربه. ادعو ربك لزوجتك لأختك للمريض المرضى المسلمين، لأن المشافي حقيقة هو الواحد الأحد سبحانه، هو الذي يملك الضر والنفع سبحانه وتعالى.